حرم البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أختكم في الله شمس سهيل سليمان أبو صحمة من خان يونس، أبلغ من العمر 17 عاما، يعني ثانوية عامة أنهيتها بفضل الله. أحفظ القرآن الكريم كاملا. بصراحة بدأت بحفظ القرآن منذ رياض الأطفال، بدأت منذ الصف الثامن، يعني بالحفظ بشكل متواصل وبشكل فعلي، وأنهيت القرآن الكريم يعني بمدة سنتين وبضعة أيام بفضل الله. كنت وأنا أحفظ أتلقى دورة التجويد، حصلت على الدورة التأهيلية بخلال شهرين، والدورة العليا بخلال 3 شهور. بسبب إتقاني للقراءة بفضل الله دخلت يعني السند بدون أن أتلقى تأهيل السند، وأنهيته يعني تقريبا سنة وأقل من شهر حتى على يد الشيخ محمد القرناوي. حصلت على الإجازة من الشيخ هاني العلي وهو يحمل أقرب سند للنبي في غزة يعني صلى الله عليه وسلم. بصراحة الإعاقة بالنسبة إلي لم تكن حاجزا لتعيقني يعني عن الطريق أو تمنع من وصولي. كان للأهل دور كبير صراحة، خاصة الوالد، يعني كان يجلس معي ويعلمني كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه أنا لم يكن المصحف لم يكن متوفر لدي في البداية. الإنسان ذوي الإعاقة ممكن ينجز، أما قبل كان في يعني الاحتمال الأقوى أنه هذا إنسان كفيف، مش ممكن أنه هي تنجز، مش ممكن أنه هي تعمل، مش ممكن أنه هي توصل، هذا شيء مستحيل. خاصة أنه أنا يعني برضو بدأت في القراءات، يعني أنا حاصل على السند سند عاصم برواياه شعبة وحفص، وبدأت أخذ قراءات، يعني أتلقى القراءات، قراءة ابن كثير برواياه أيضا معي، وها أنا أطمح لأن أحفظ منظومة الشاطبية وأفهمها بالشرح يعني لكي أحصل على السند في القراءات العشر. سأقرأ الآن يعني آية لقارئ عاصم، يعني بقراءة عاصم، طبعا فيها خلاف بين الراويين شعبة وحفص. يلا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا أختكم في الله هنية سهيل سليمان أبو شحمة، معسكر خان يونس. طبعا انتهيت من دراسة الثانوية العامة بمعدل 90%، من ثم التحقت لدراسة البكالوريوس أصول الدين في الجامعة الإسلامية، تخرجت منه بمعدل 88.7، ثم التحقت بدراسة دبلوم التأهيل التربوي أيضا في الجامعة الإسلامية، تخرجت منه بمعدل 83.5. لو نتحدث أهم حاجة عن حفظ القرآن الكريم، أنا بدأت حفظ القرآن الكريم منذ مرحلة رياض الأطفال، ومن ثم أثناء دراستي الجامعية حصلت على دورة تأهيل السند، ومن ثم قراءة شعبة، ومن ثم حصلت على السند المتصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الشهادة معتمدة من قبل دار القرآن الكريم والسنة. لا وجود للإعاقة، لكن هناك معيق، هو المجتمع اللي كان يعيقنا عن الحفظ، يعيقنا عن الدراسة، كلمات المجتمع، كلمات الناس المثبطين، هذا اللي كان يعيقنا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نطلب من المؤسسات انه هي يعني تدعمنا، خاصة يعني لا في دعم معنوي ولا حتى دعم مادي، يعني
وين انتو دعمكم؟ يعني احنا مثلا انا واختي كتير طلعنا ملتقيات ونجحنا فيها، شو بينقصنا احنا ما انه احنا نصور هاي الملتقيات وتطلع للمجتمع برا؟ شو احنا ناقصنا لو يكون في من قبلكم شوية اهتمام وشوية دعم؟ فاحنا بنطلب يعني من المؤسسات كلها، المؤسسات المعنية انه هي تدعم، وبنطلب كمان انه احنا عاملونا مثلنا مثل اي انسان في المجتمع. احنا بنعمل امور كتير كتير يعني هدفنا فيها لله صحيح، لكن يعني اتطلع في الناس العاديين بتلاقيهم ما عملوا نص هذه الامور اللي احنا عملناها.